قعدوا في الجزائر من عام 1830 إلى عام 1963. لما هزموا كان هزموا قال الجزائر جزء من التراب الفرنسي. تصور الجزائر جزء من التراب الفرنسي، كانوا ماشيين ومرتاحين وقالوا خلاص جزء من التراب الفرنسي مرتاحين. إلا لما جاتهم لقاوا بالثورة الجزائرية طردتهم. إيه هذا ما قالوا لا حق الجزائر حرة دولة مستقلة. يا سلام الطليان قالوا يجيب جزء من الشاب الرابع لروما لو كان ما قاومناه بيمشوا مشوها في التاريخ بيقولوا خلاص وفي الجغرافيا اللي هي الشاب الرابع. لما قاومناه وكبرنا قطيعتهم عرفوا ان ليبيا ما هي الشاب الرابع لروما، عرفوا ان ليبيا هي ليبيا المستقلة اللي مستعد تقاوم بأي وقت. لا تنسوا الاشتراك وتفعيل زر الجرس.